مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 1 Lesson 2، اليونت الأول الدرس الثاني. عنوان الدرس Hurry up، تعجل. It's time to go، إنه وقت الذهاب أو حان وقت الذهاب. بالفقرة الأولى منطيني مجموعة من صور الساعات. شو يقول لي؟ يقول لي Which clocks show the same time؟ أي الساعات التي تعطي نفس الوقت؟ Practice saying the time، تدرب على قول الوقت. طبعا هذا الدرس درس غني بالمعلومات بالكثير من المواضيع القواعدية. أول موضوع قواعد بهذا الدرس موضوع الإخبار عن الوقت. هذا هنا دي يقول لي practice saying the time، تدرب على قول الوقت. أنا شلون أقدر أعبر عن الوقت؟ طبعا هذا الموضوع إحنا ما أخذيه سابقا بالمرحلة الابتدائية بالخامس ابتدائي، لكن مو بشكل مفصل. بالثالث متوسط راح ناخذه بشكل مفصل وموسع اكثر، ناخذ كل الملاحظات. اذا اريد اعبر عن الوقت، يعني مثلا السنانه ساعه بالتسعة ونص، شلون اقول الساعه بالتسعة ونص او اقدر اعبر عن الساعه بالتسعة ونص باللغه الانجليزيه؟ وراح ينطيني كل الطرق الممكنه اللي اعبر بيها عن الوقت. يعني مثلا اقدر اقول باللغه العربيه الساعه التاسعة وثلاثون دقيقه او الساعه التاسعة والنصف. أنا عندنا طريقة لقول الوقت باللغة الإنجليزية، كذلك عندنا عدة طرق لقراءة الوقت إن شاء الله نتعرف عليها خلال هذا الدرس. كذلك عندنا موضوع المضارع المستمر والماضي المستمر زمنيا، راح ناخذهن، راح ناخذ ملاحظات إضافة الـ ING، وإن شاء الله راح نقوم بحل كتاب النشاط وناخذ الوزاريات مال كل موضوع. هسه هنا بالبداية يقول لي ذني أنا منطيك مجموعة من الأوقات أو مجموعة من الساعات، حاول أن تتدرب على قول الوقت. قبل ما أبدي بشرح موضوع الإخبار عن الوقت اللي هو اسمه telling the time، أريد أنوه عن مجموعة من الأمور. الأمر الأول هو مثلا هنا الساعة بيش ساعة 12:10، هذا الشيء سهل ما بيفيد مشكلة. لكن هنا أنا عندي ساعة بال 15:20. أوقف أستاذ، إحنا ما ماخذين، يعني ما في يوم واحد سألني قال لي ساعة بيش، قلت له ساعة بال 15. إذا أكو خطأ أو أكو فد ملاحظة معينة. الوقت او الساعه، طبعا هنا لازم نعرف انه الرقمين الاوليات هذه عباره عن ساعات، والرقمين الثانيات عباره عن دقائق. هاي لازم تعرفون الامور، يعني اغلبكم يعرفون لكن خاف ما عندك معلومه. اذا هذني ساعات وهذني دقائق. هذا الساعات او الساعات اذا عبرت ال 12، يعني 13 فما فوق، 13 14 15 16 لحد ال 24. الساعات إذا عبرت الـ 12 13 فما فوق، إذا جاء لها بالامتحان لازم نطرح من عدها شنو؟ لازم نطرح من عدها 12 على مود يطلع لي الوقت الحقيقي. يعني مثلا أنا 13، مثلا نفترض قال لي ساعة بـ 13:20، 13 ناقص 12 1، إذا ساعة بالوحدة. زين 15، نفترض طالع 15، 15 ناقص 12 3، يعني ساعة بثلاثة، وهكذا. إذا الملاحظة الأولى اللي لازم أعرفها إنه الساعة إذا عبرت الـ 12 13 فما فوق، يجب أن أطرح منها 12 على مود تطلع الوقت الحقيقي. بعد كمثال أنا ساعة 17 ما عندنا، إحنا مثلا ما في يوم واحد سألني قال لي ساعة بيش، قلت له ساعة 17. إحنا آخر شيء ناخذيه إما ب 12 بالظهر أو ب 12 بالليل، ما عندنا 13. ملاحظة شو تقول؟ هاي 17 نقص منها إيش قد؟ نقص منها 12، إيش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي بالخمسه. يعني هسه الساعه بيش؟ ساعه بالخمسة وخمسين. هسه لازم نوصلها طبعا بالصوره المناسبه، بس راح بعد قليل نوصلها. هسه الساعه ب 19 يعني ساعه بيش؟ نقص منها 12، 19 ناقص 12 7، يعني الساعه ب 7، وهكذا. 20 ناقص 12 8، اذا الساعه ب 8:45 دقيقه، وهكذا. 21 ناقص 12 راح يطلع لي 9، اذا الساعه ب 9، وهكذا. إذا الملاحظة الأولى قبل ما أبدي بموضوع أو بشرح موضوع الإخبار عن الوقت، إنه أولاً إن الرقمين الأوليات هذا تعبر عن الساعات، الرقمين الثانيات تعبر عن الدقائق. الملاحظة الثانية إذا الرقم عبر 12 13 فما فوق، على مود أطلع الساعة الحقيقية أطرح من عنده 12. الآن ننتقل لموضوع قواعدي جداً 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 مهم، اللي هو موضوع الإخبار عن الوقت. طلاب مبدئياً أنت كطالب لازم تعرف الأرقام. أغلبكم واحد يقول لي أستاذ أنا أعرف الأرقام، مستحيل ما أعرفها. لا بأس بالمراجعة، لأن أغلب الطلاب يخطئون بإملاء كلمات الأرقام. يعني مثلا هذا واحد، واحد شنو؟ واحد 1،
لازم تعرف إملاء كلمة وان، لا تخطأ بإملائها بالامتحان التحريري، لأنه بالامتحان إيش راح يجيب لك؟ راح يجيب لك السشون الساعات اللي طلعناها، رقمين، رقم ساعة ورقم دقيقة، ويقول لك عبر لي عن الوقت. أنت ما راح تعبر عن الوقت باستخدام الأرقام، لازم تعبر عنه باستخدام الكلمات. بعدين الكلمات اللي راح نكتبهن أغلبكم حافظها نعم، لكن لا بأس بمراجعة الخفي الناس إملاء كلمة معينة. هذا 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. هسه هاي مو واحد العشرة، بعد ايش احتاج؟ احتاج ال 11 11 11 12 12. استاذ شو 13 ولا 14 ما كاتبهن، هذول الرقمين ما راح تحتاجهن. احنا راح نراجع الارقام اللي نحتاجها فقط، يعني راح نحتاج من 1 ل 12 الساعات، 12 ساعه اكثر شيء، ال 13 ل 14 ما راح نحتاجها، وراح نحتاج الدقائق ال 15 وال 20 وال 25 وال 30 وال 35 ال 40 وال 45 وال 50 وال 55، ال 60 ما راح نحتاجها، لان بالامتحان التحريري مثلا ما يجيب لك، يعني نادرا او من المستحيل ان يجيب لك مثلا ساعه بال10 و23 دقيقه، مستحيل يجيب لك هجره مثلا ساعه بال10 و20، ساعه بال10 و25، ساعه بال10 و30، فبيكون رقم صحيح. فاحنا راح نكتب فقط الارقام اللي راح نحتاجها. هذا 15 شو نقول؟ نقول 15. اغلب الطلاب يخطئون بين ال15 وال50، ال50 50، ال15 15، هذه انت تقولها. هذا ال20 20، زين 25 25، 30 30، 35 35، 40 40. انتبهوا طلاب الكلمة 40 إلى 40، ال 4 F O U R، ال 40 F O R يعني U انحذفت لما حولتها إلى رقم عشرات، هذه كذلك الطلاب يخطون بيها. 40 40 45 45 50 50 55 55 وهكذا. هسه عرف زين استاذ من 60 ماكو مثلا ما عندنا ساعه تقرا بال 69 دقيقه، اكثر شيء 9:55 وراها ننتقل لساعه اخرى. اذا ذي الارقام اللي راح نحتاجها بموضوع الاخبار عن الوقت. زين هسه نبدا بموضوع الاخبار عن الوقت. شنو هو الاخبار عن الوقت؟ طلاب ركزوا وياي شويه هنا. عندنا طريقتين للاخبار عن الوقت. الطريقه، احفظوا وياي، الطريقه الاولى، عندنا طريقتين. الطريقه الاولى شو تقول؟ الطريقه الاولى هي ان نقول الساعه ثم الدقيقه. نقرا الساعه ثم الدقيقه. ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ يعني شنو نقرا الساعه ثم الدقيقه؟ احنا قبل شويه اتفقنا انه مثلا جاب لي بالامتحان، قال لي على سبيل المثال قال لي ساعه بالعشره و45 دقيقه. طبعا بالامتحان يقول لي هيك، وش يقول لي بين قوسين؟ يقول لي tell the time، اخبر عن الوقت. استاذ طه ايش قال؟ قال اكو طريقتين لقراءه الوقت. هسه نجي على الطريقة الأولى، شو تقول الطريقة الأولى؟ نقرأ الساعة ثم الدقيقة. احنا اتفقنا انه أول رقمين هذا شو نسميه؟ نسميه ساعات. ثاني رقمين شو نسميه؟ نسميه دقائق. جيد. هو ايش قال؟ أول ملاحظة ايش قال؟ قالت نقرأ الساعة ثم شنو؟ ثم الدقيقة. هنا لازم نستخرج قاعدة، شو تقول القاعدة؟ طلاب حفظوا وياي القاعدة. القاعدة تكون كالتالي: أولاً نذكر it's. it's معناها إنها، مثلا نقول it's 10:45، إنها 10:45 دقيقة. فلازم بالبداية نذكر هذه العبارة اللي هي it's زائد الساعات، نقرأ الساعات ثم الدقائق. يعني أول شيء أقرأ الساعة ومن ثم الدقائق. بين الساعة والدقيقة لا تخلي لي لا كلمة آن، لا فاصلة، لا أي شيء. ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ يعني مثلا هسه هذا راح أحله، ايش قال لي؟ قال لي ساعة بالعشرة و45 دقيقة
tell the time. أخبر عن الوقت. تريد تتبع الطريقة الأولى. شو تقول الطريقة الأولى؟ تقول الطريقة الأولى وقاعد الطريقة الأولى. شو تقول؟ تقول it's. أنزل it's تحافظكم. It's زائد الساعة. ساعة بالعشرة. أنت لازم تكتب إملاء العشرة بشكل صحيح. أقول it's ten إن العاشرة ومن ثم الدقائق. الدقائق إيش قال؟ 45. استاذ حفظ من 40 ما حفظ من 45. 40 إيش قال؟ 40. 45. 45. أقول it's ten. 45. إن العاشرة وخمسة وأربعين دقيقة. لحد الآن الموضوع بسيط. خلنا نأخذ مثال ثاني خاف لحد الآن ما مفتهمين. على سبيل المثال إيش قال لي؟ قال لي ساعة بالاثناش وخمستاعش دقيقة. على سبيل المثال إيش قال لي بين قوسين؟ قال لي tell the time. أخبر عن الوقت. استاذ طه ايش قال؟ قال اذا تريد تتبع الطريقة الاولى على سبيل المثال شو تسوي؟ نقول اتس، هذا الاتس ننزلها اتس، ومن ثم الساعات. ساعة ايش؟ ب 12. 12 شنو؟ 12. فاكتب له 12 اتس 12 زائد الدقائق. ايش قد الدقائق؟ الدقائق 15. انزلها كما هي. ها بعض الطلاب شو يقول لي؟ يقول لي استاذك تطيتنا قبل شوية ملاحظة انه اذا الرقم اذا عبر ال 13 فانت لازم تنقص من ال 12. انا الملاحظه طيب تشمل شنو؟ تشمل الساعات فقط. الارقام الدقائق عسى ما تعدل 20 25 30 شو اللي علاقه بها؟ الساعه اذا صارت 13 فما فوق هنا بهذه الحاله لازم انقص من عندها 12. هنا أنا ما منطيني الساعه اكثر من 12، الدقيقه اكثر من 12، الدقيقه اذا عبرت ما لها علاقه بها. ال 15 شنو الرقم 15؟ 15. فاقول له it's 12:15 انها الثانية عشر وخمسة عشر دقيقة. لحد الان الملاحظة الاولى بسيطة، مجرد اخلي it's انه بالساعة انا حافظ الارقام، الدقيقة كذلك حافظ الارقام، ما اخلي بين الساعة والدقيقة لا انت لا فاصلة لا نقطة لا اي شيء. لان اشوف بعض الطلاب مثلا ايش يقول؟ يقول it's 12:15 انها الثانية عشر وخمسة عشر دقيقة. باللغة العربية نقول و، باللغة الإنجليزية ما نخلي بين الساعات والدقائق أي أداة ربط لا آند ولا نفصل بيناتها فاصلة ولا نقطة ولا أي شيء. هسه لحد الآن الموضوع بسيط جدا. ننتقل لملاحظة أنتم أخذتوها قبل دقائق أو شرحت لكم إياها قبل دقيقة. شو تقول؟ تقول إذا كانت الساعة، الساعة ما مو دقيقة أعيد وأكرر، إذا كانت الساعة أكثر من 12. شنو يعني أكثر من 12؟ يعني 13 فما فوق، أكثر من 12، 13 وفوق. شو نسوي؟ نطرح منها 12، ننقص من هذا الرقم اللي أعطاني إياه 12 لكي نحصل على الساعة الحقيقية. احنا اتفقنا انه مثلا اذا سألني واحد عن الوقت ما اقول له مثلا الساعة بال 15، ما عندنا ثد يوم واحد قال لنا الساعة بال 15، اكثر شيء احنا واصلين ل 12. زين اذا بالامتحان جاب لي اياها 13 14 15 شو نسوي؟ نطرح من عندها 12. شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال ايش قال لي بالامتحان؟ قال لي ساعة بال 16 على سبيل المثال و20 دقيقة. ايش قال لي بين قوسين؟ ايش اتفقنا؟ يقول لي بين قوسين حفظ منطوق السؤال او اللي يجيب اياه بين اقواس. tell the time، اخبر عن الوقت. استاذ طه ايش قال؟ قال عندك طريقتين، كيفك تتبع الطريقه الاولى والطريقه الثانيه. مثلا اريد اتبع الطريقه الاولى، احنا ما شرحنا الطريقه الثانيه. الطريقه الاولى شو تقول؟ قراءه الساعات ثم الدقائق. اول شيء ايش اخلي بالقاعده حسب القاعده؟ اخلي اكس قبل ما اخلص الساعات. هاي القاعدة مالتي، أخلي إتس ومن ثم الساعات ومن ثم الدقائق. هذه الإتس الساعة بيش ب 16، أقول 16 لا خطأ. إيش أقول؟ ال 16 أنقص من عندها، أنقص من عندها 12. خلنا نجي 16 ناقص 12 إيش راح تقول؟ إيش قد راح تطلع لي؟ راح تطلع لي 4، ساعة بالأربعة. إذا أقول له إتس 4 إنها الساعة الرابعة دقائق إيش قد؟ 20 20. أقول له It's 4:20 إنها الرابعة وعشرون دقيقة.
لحد الآن الموضوع سهل. عندي ملاحظة ثالثة، شو تقول؟ اتفقنا أنه إذا كانت الساعة 13 فما فوق نطرح من 12. زين مرات تجيب لك دقائق صفر. شنو يعني دقائق صفر؟ يعني مثلا ساعة 12 ضبط، بالعشرة ضبط، بالسبعة ضبط، يعني دقائق صفر بدون أي رقم. الملاحظة شو تقول؟ تقول إذا كانت الدقائق صفر، الدقيقة اللي مطيني إياها صفر، لا واحد لا اثنين لا أي شيء، عندها انتبه، عندها نذكر الساعة. نقول الساعة مثلا أنا ساعة بالأربعة اتفقنا، نفترض مو 20 دقيقة، نفترض صفر دقيقة، ما منطيني دقائق، فأقول it's four، إنها الرابعة، نذكر الساعة، ثم كلمة o'clock. o'clock هنا معناها ضبط، يعني ساعة بالأربعة ضبط. ما افتهمت السؤال شلون يعني؟ مثلا جاب لي بالامتحان على سبيل المثال ساعة بالتسعة ضبط، مثلا على سبيل المثال. ايش قال لي بين قوسين؟ اعيد واكرر، احفظ المنطوق، tell the time، اخبر عن الوقت. ايش قال استاذ طه؟ هسه اريد انتبه الطريقة الاولى، احنا كل هذا الكلام بعدنا بالطريقة الاولى. ايش قال؟ قال نقرا الساعة ثم الدقيقة. اول شيء شو نخلي؟ نخلي اتس، ومن ثم الساعة بيش؟ اتس ناين، ساعة بالتسعة. باوعت قول الدقيقة مثلا 5 10 15، باوعت لقيتها صفر. إذا كانت الدقائق تقرأ صفر، عندها نقول نذكر الساعة، ذكرت الساعة، ثم كلمة o'clock، it's 9 o'clock، إنها الساعة 9 ضبط، أصبحت القاعدة مضبوطة. هذا ما يخص الطريقة الأولى. طلاب، أنت بالامتحان لما نجيب لك مثلا هذا المثال أو هذا المثال، لما نقول لك أخبرني عن الوقت أو أخبرني عن الساعة، ما يحددك بها طريقة، ما يقول لك اقرأ لي بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية. فأنت بالامتحان مخير تستخدم الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية، لكن أنت على مود تضبط الموضوع من كل الاتجاهات لازم تعرف الطريقة الثانية. الطريقة الثانية بعض الشيء معقدة، لكن مع الشرح، مع القواعد، مع الملاحظات اللي راح نعطيها إن شاء الله راح تتبسط أكثر. فالآن ننتقل للطريقة الثانية لقراءة الساعات، فخليكم ويانا الآن مع الطريقة الثانية للإخبار عن الوقت. قبل شوية إيش قلنا؟ قلنا الطريقة الأولى هي قراءة الساعات ثم الدقائق، الطريقة الثانية هي قراءة الدقائق ثم الساعات. يعني أنا مثلا تذكرون الهيكلية، هذه ساعات وهذه دقائق. قبل شوية شو تسوي؟ أقرأ الساعة ثم الدقيقة، فش أقول؟ أقول it's 8:25، إنها 8:25. هالمرة بالعكس، أقرأ الدقائق أولا ثم الساعات. هنا هاي الطريقة تنقسم إلى قسمين حسب شنو؟ حسب الدقائق نفسها. طلاب ركزوا يعني، هذه الدقائق إذا كانت أقل من 30 أو أكثر من 30، يعني أنا قسمت هذه الطريقة إلى قسمين حسب الدقائق، إذا أقل من 30 أقضى الطريقة أقراها، وإذا أكثر من 30 أقضى الطريقة راح أقراها أو القاعدة راح أمشي عليها. هسه إذا كانت أقل من 30 شو نسوي؟ انتبه، نقرأ الدقائق. أول شيء أقرأ الدقيقة إتس 25، إنها 25، ثم نذكر كلمة past، ثم الساعات. يعني شلون راح تكون القاعدة الساعات؟ سوي لنا قاعدة عليها مثل ما قبل شوية سوينا قاعدة، راح نسوي قاعدة على هذه الطريقة ونمشي عليها. شو أقول؟ أقول إس ثابت الإس، إنها قبل شوية الساعة ثم الدقيقة. هسه شنو؟ الدقيقة، أذكر الدقيقة، ثم شنو؟ ثم كلمة فاست، ثم ركزوا وياي، ثم الساعات زائدا الساعة. شون يعني أستاذ؟ ما افتهمت. على سبيل المثال إيش قال لي؟ قال لي ساعة 8:25. اتفقنا، شو يقول لي بين قوسين بالامتحان؟ يقول لي tell the time، اخبر عن الوقت. بس هالمرة انت جت ببالك انك ما تتبع الطريقة الأولى، خلي تتبع الطريقة الثانية لنفترض. طبعا انا اكدت هذا الموضوع انه بالامتحان ما يحددك بالطريقة اللي تقرأ بيها، طريقة أولى أو طريقة ثانية.
فانت اذا امتحنت الطريقه الاولى وتريد توقف الفيديو او تقدمه وما تستفاد من الطريقه الثانيه او ما تريد تتفرغ للطريقه الثانيه انت براحتك، لانه بالامتحان حددك الطريقه واحده او اقول لك انت قال لي الوقت بالطريقه اللي تعجبك. اما اذا تريد تتبع الطريقه الثانيه شو تقول؟ تقول انا باوعيك لقيت الدقائق اقل من 30، بالتالي شو تقول القاعده؟ تقول اكس، انزل الاكس ومن ثم الدقيقه ايش قد؟ 25. تذكرون 25 اللي قلنا عنها؟ نرجع على الارقام هاي ال 20 اللي هي 20 ومن ثم 5 25، فاقول له اتس 25، اكمل اتس 25 انها بالدقيقه، انا مش اخلي باست ومن ثم الساعات، ساعه بيش؟ ب 8. اتس 25 باست 8 انها الخامسه والعشرون بعد الثامنه، يعني 8:25، يعني نفس الفكرة، نفس الفكرة لكن بطريقة مختلفة. مثال آخر، ساعة 11:10، يعني نفس الفكرة بس المرة تطرق للطريقة الثانية. أجي شو تقول الطريقة الثانية؟ اتأكد هذا أكثر من 30 أو أقل من 30؟ أقل من 30. إذا أقل من 30 شو تقول القاعدة؟ إكس، هذا الإكس أنزلها ومن ثم الدقيقة، الدقائق أقرأها، الدقيقة إيش قد؟ 10، إكس 10 ومن ثم past ومن ثم شنو الساعة؟ الساعة بيش؟ ب 11. It's 10 past 11. صار معناها؟ صار معناها انها الحادية عشر وعشر دقائق او عشر دقائق بعد الحادية عشر، نفس الفكرة، ب 11 وعشرة او عشر دقائق بعد ال 11، نفس الطريقة نفس الفكرة لكن بطريقة مختلفة. هسه اذا كانت الدقائق اقل من 30 هاي الطريقة مالتها. زين استاذ اذا كانت الدقائق اكثر من 30 هاي نادي رابطه تركيز طلاب، شو تقول القاعده وش تقول الملاحظه؟ تقول نقرا الوقت المتبقي، انتبه لي هالمره شنو، نقرا الوقت المتبقي لانهاء الساعه ثم نقول كلمه تو ثم الساعة نضيف عليها واحد. استاذ كل شيء ما امتحنت طلاب، هنا نركز وياي. مثلا لنفترض على سبيل المثال لنفترض انه هذه ساعة، لنفترض انه هذه ساعة، فانت مثلا هسه هذه بثلاثة، هذه بالتسعة 12 وهاي 6. هسه لنفترض ان الساعة الميل الصغير على العشرة قريب العشرة والميل الكبير على ال 11، يعني ساعة بيش؟ يعني بالعشرة الا خمسة. انت بالامتحان ايش راح يجيب لك؟ يقول لك ترى انا راح نعطيك وقت على سبيل المثال ساعة بالتسعة وخمسة وخمسين دقيقة. فانت شو تسوي؟ هاي بالتسعة وخمسة وخمسين دقيقة تقدر تقراها بالطريقة الأولى، شو تقول؟ تقول it's 9:55، انها التاسعة وخمسة وخمسين دقيقة. او تقراها بالطريقة الثانية شو تقول؟ تقول بالعشرة الا خمسة، ما تقول بالتسعة الا بالتسعة وخمسة وخمسين دقيقة، تقول بالعشرة الا خمسة. فالساعة شو نسوي؟ نضيف عليها واحد، هذه اولا الساعة ضبط عليها واحد، وثانيا ايش قلت لك انا؟ نقرأ الوقت المتبقي لانهاء الساعة، يعني انا بعد ايش قد الساعة بالتسعة تصير بالعشرة؟ بعد خمس دقائق، يعني ايش قد بعد عن الستين؟ يعني بعد فقط خمس دقائق، الساعة بالتسعة وخمسة وخمسين، بعد كم دقيقة تصير بالعشرة؟ بعد خمس دقائق، إذا أنا أقرأ الوقت المتبقي لإنهاء الساعة، فأنا ايش أقول على سبيل المثال؟ استجاب لي هذه، وأرد أقرأها بالطريقة الثانية، ايش تقول؟ ايش قال أستاذ طه؟ اتأكد لي من عندها، أول شيء شنو؟ أول شيء أقل من 30 لو أكثر من 30، إذا أقل من 30 هاي قاعدتي، لا أستاذ أكثر من 30. شنو القاعدة؟ شنو القاعدة اللي راح نمشي عليها اللي راح نطبقها؟ نفس الطريقة أقول إتس زائد شنو؟ قبل شوية إتس الدقيقة باست الساعة، بس شو تقول؟ إتس الدقائق المتبقية زائد تو، أنا قلت لك تو، زائد الساعة أضيف عليها واحد، أضيف أو أزودها واحد.
خلينا نجي نطبق على هذه. على سبيل المثال ايش قال لي؟ قال لي الساعة 9:55 دقيقة. كيف تريد تقراها بالطريقة الأولى ايش تقول؟ تقول it's 9:55. تريد تقراها بالطريقة الثانية ايش تقول؟ تقول نقرأ الوقت المتبقي لإنهاء الساعة. ساعة 9:55 دقيقة. هي الساعة ايش قد؟ كلها ساعة 60 دقيقة. بعد ايش قد تصير من 10؟ من 9 تنتقل للعشرة. بعد 5 دقائق. إذا ايش قد باقي الوقت أو الوقت المتبقي؟ 5. إذا أقول إكس، انتبه وياي، إكس، ومن ثم الوقت المتبقي ايش قد؟ 5 إكس، 5 2، ومن ثم الساعة. الساعة شو نسوي؟ نضيف عليها 1، هي بالتسعة ايش راح أسويها؟ بالعشرة. إكس 5 تو 10، صار معناها؟ صار معناها بالعشرة إلا 5. هذا ما يخص الطريقة الثانية، ناخذ مثال ثاني على مود تكون أوضح. كمثال على سبيل المثال جابر بن امتحان ساعة بالعشرة و40 دقيقة. الدقائق أكثر من 30، فلازم نتبع الطريقة الثانية، القاعدة الثانية. شو تقول الملاحظات مال استاذ؟ انتبه، ساعة بالعشرة و40 دقيقة، بينك وبين نفسك، بالعشرة و40 دقيقة يعني ساعة بيش؟ يعني ب 11 إلا الثلث. يعني الساعة ايش أضيف عليها ايش أسويها؟ 1 ايش قد تصير؟ تصير 11. وال40 بعد ايش قد يابا تنتقل من 10 ل 11؟ بعد 20 دقيقة. فالوقت المتبقي لكي تنتقل من 10 ل 11 20. يعني ايش أقول؟ القاعدة اللي راح أطبقها ايش تقول؟ تقول اتس، أنزل الاتس، هاي المثال الأول، هاي المثال الثاني. أقول اتس الوقت أو الدقائق المتبقية ايش قد بقت عندي على مدة 11؟ 20. أقول اتس 20 زائدا 2 زائدا الساعة نضيف عليها 1، هي بالعشرة ايش راح تصير؟ ب 11. It's 22:11. يعني شنو؟ معناها ب 11 إلا 20 دقيقة. أصبحت الطريقة صحيحة لقراءة الدقائق ثم الساعات. هاي الطريقة الثانية طلاب. عندي ملاحظتين. إحنا باللغة العربية شو نقول؟ مثلا ساعة بالعشرة و15 دقيقة. أقدر أقول بالعشرة و15 دقيقة، وأقدر أقول بالعشرة وربع. 10:30 دقيقة، أقدر أقول 10:30 دقيقة، وأقدر أقول 10:30. هنا أنا عندي ملاحظة جدا بسيطة، شو تقول؟ تقول ال 15 أقدر بدالها أذكر كلمة كوارتر. كوارتر معناها ربع، ال 15 ربع ساعة. وال 30 أقدر أقول بدالها هاف، هاف معناها نصف. هذين الكلمات أقدر أستبدلهم بدلا من ذل اللي منطيني اياه. يعني على سبيل المثال ايش جاب لي بالامتحان؟ قال لي على سبيل المثال بالعشرة و15 دقيقة. المهم انا قال لي بين قوسين tell the time، اخبرني عن الوقت. انت بشرط طبعا هذه تستخدم حصرا مع شنو؟ مع الطريقة الثانية، ما نقدر نستخدمها مع الطريقة الأولى. شو تقول؟ انتبه، ال 15 شنو؟ أكثر من 30 لو أقل من 30؟ أقل من 30. إذا أقل من 30 أقول إتس الدقيقة past الساعة. أذكر الإتس، هذه الإتس الدقيقة 15. أقدر أقول 15 مثل ما تعودنا، وأقدر أشيل كلمة 15 مش أخلي بدالها، بدالها كلمة quarter. أقول إتس quarter زائدة هاي الدقيقة، بدل ما أقول 15 قلت quarter، أنه past أنه بالساعة. هذا الباست، والساعة بيش؟ بالعشرة. باستن شنو معناه؟ صارت سكوارتر باستن، إنها العشرة والربع، نفس الفكرة. أقدر أقول العشرة والربع، وأقدر أقول بالعشرة و15 دقيقة. مثال آخر على ال 30 على سبيل المثال بالخمسة و30 دقيقة. هم أنا قد بين قوسين tell the time، أخبرني عن الوقت بنفس الطريقة. تريد تتبع الطريقة الأولى تقول it's 5:30، إنها 35 دقيقة. بالطريقة الثانية أقدر أقول it's إنها، أقرأ الدقائق 30 past الساعة بيش؟ 5. قاعدة شو تقول؟ it's دقيقة past ساعة، it's الدقيقة past والساعة 5، and it's 30 past 5، إنها 35 دقيقة. أقدر أشيل كلمة third، إيش أخلي بدالها؟ أخلي بدالها half. فش أقول it's half past 30، إنها الخامسة والنصف.
35 دقيقة، 5:30، كلتا الإجابتين صحيحان. هذا ما يخص كل الملاحظات المتعلقة بموضوع الإخبار عن الوقت. طلاب، هذا الموضوع موضوع وزاري مهم جدا جدا جدا، وأعيد وأكرر، من الممكن أنه بالامتحان الوزاري يجيب لي all the time أخبرنا عن الوقت وبدون ما يحددك بالطريقة، أنت بكيفك، الطريقة الأولى والطريقة الثانية. أغلبكم لاحظوا أن الطريقة الأولى بسيطة، أستاذ أنا شنو بهاي دوخت الرأس بالطريقة الثانية، وأقدم الساعة وأخر وأحسب الوقت المتبقي، خذ أقرأ الساعة ثم الدقيقة، بكيفك تقرأ بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية. الطريقة الثانية مجرد تفيدك كافي يجيب لك الامتحان بسؤال الاختيارات، لأنه هو مرة من المرات جاب على شكل اختيارات، وبالاختيارات جاب فقط بالطريقة الثانية. هسه راح نجي ناخذ المثال إن شاء الله بالأمثلة الوزارية للسنوات السابقة وشلون نحلها. الآن ننتقل للأمثلة الوزارية التي في السنوات السابقة عن هذا الموضوع، وهم يعني نحلهم بالطريقتين، يعني بالطريقة الأولى وبالطريقة الثانية. أنا مو إذا واحد من الطلاب يحب أن يطبق الطريقة الثانية فهو مخير أن يطبق الطريقة الأولى أو الثانية. خليكم ويانا يعني. الآن مع الأمثلة الوزارية للسنوات السابقة عن هذا الموضوع. طبعاً هذا الموضوع كل شوية يتكرر بالامتحان الوزاري على درجتين، بالسؤال الثاني فرع A. إحنا نعرف أن السؤال الثاني فرع A هو السؤال المخصص المن للقواعد، فهذا يعتبر موضوع قواعدي. فمثلاً المثال الأول جاء بال 2017 لطلبة التمهيدي، طلبة الخارجي. إيش قال؟ قال لي ساعة بال 15:10. أنت كيف تقرأ بالطريقة الأولى وبالطريقة الثانية؟ إحنا راح نطبق القاعدتين. الطريقة الأولى حاول بالملاحظات اللي سجلتها توقف الفيديو وتحاول تحل. بالطريقة الأولى شو تقول؟ تقول إس، ومن ثم الساعة. وقف استهال الساعة ب 15، اتفقنا إنه إذا كانت الساعة أكثر من 13 نطرح منها 12، ب 15 ناقص 12 3، بقول إس 3 إنها الثالثة، ومن ثم الدقائق إيش قد؟ 10، إس 3 10. هاي بالطريقة الأولى. استاذ اتبع للطريقة الثانية، شو تقول بالطريقة الثانية؟ تقول إت، ومن ثم انتبه الدقائق أما باست أو تو، اتأكد لي هذه أكثر من 30 أو أقل من 30؟ أقل من 30. إذا أقل من 30 شو نقول؟ إت، ومن ثم الدقائق إيش قد؟ 10، ومن ثم باست، ومن ثم شنو؟ الساعة، قد الساعة؟ 3، إتس 10 باست 3، إنها الثالثة وعشر دقائق أو عشر دقائق بعد الثالثة. المثال الآخر 17:10، هم نقول إذا تاو تايم قبل 2017 بالدور الثاني. إيش قال لي؟ قال لي أخبرني عن الوقت بالطريقة اللي تعجبك. فأنت كيف تتبع الطريقة الأولى والطريقة الثانية؟ الطريقة الأولى شو تقول؟ تقول إكس، ومن ثم الساعة، ساعة بيش؟ بال 17 ناقص 12 5، إكس 5، ومن ثم الدقائق إيش قال؟ دقائق 10، It's 5:10، إنها الخامسة وعشر دقائق. أستاذ انتبه للطريقة الثانية، همي أنا أقل من 30، يعني أقول إتس، ومن ثم الدقائق إيش قد؟ 10، ومن ثم باست، لأن أقل من 30، ومن ثم 5، It's 10 past 5، إنها خمس دقائق بعد العاشرة، أو إنها العاشرة وخمس دقائق بعد 15:05، نفس الفكرة. الطريقة الأولى شو تقول؟ تقول إتس، ومن ثم 15 ناقص 12 3، إتس 3 زائدا الدقائق إيش قد؟ 5، إتس 3 5، إنها الثالثة وخمس دقائق. أو أقدر أقول تبع الطريقة الثانية، إتس، ومن ثم الدقائق 5، إتس 5 past زائدا الوقت إيش قد؟ 3، إتس past 5 3، إنها خمس دقائق بعد الثالثة، ساعة 3:05، 3 past 3 5، 3:05، 5 past 3، خمس دقائق بعد الثالثة. المثال الأخير 14:05، نفس الطريقة، إتس، ومن ثم الساعة بيش؟ ب 14 ناقص 12 بالثنتين، يعني أقول إتس 2 5، إنها الثانية وخمس دقائق. أتبع الطريقة الثانية، خمس دقائق بعد الثانية، إتس 5 دقائق أولا، ومن ثم كلمة past، ومن ثم كلمة الساعات إيش قد؟ 2. صارت الجملة إتس 5 past 2، إنها الخمس دقائق بعد الثانية. هذا كل ما يخص الأمثلة الوزارية للسنوات السابقة. بقى عندنا فقط مثال واحد جانب 2023 دور الثاني، وهو كالتالي. هذا المثال اللي اجى من 2023 بالدور الثاني.
هالمرة ما جاب لي هذا السؤال الثاني فرعي، جاب لي هذا السؤال الثاني فرعي بي. انتبه للطلاب، دائما خلي بالك ان السؤال الثاني فرعي سؤال قواعد، يطلب من عندي طلب، اما يقول لي مثلا صح حول الجمله الامنفيه استفهاميه الى اخره، حسب الجمله اللي جايب لها من يا موضوع. او من الممكن تجيب لي بالسؤال الثاني فرع بي، احفظ ان السؤال الثاني فرع بي سؤال هم قواعد لكن على شكل اختيارات. هسه بالك وياي، قال لي اتس 10 باست 3، كلب لي بكلمه باست. استاذ طاهش قال الباست شو وقت استخدمها؟ استخدمها اولا بالطريقه الثانيه، ثانيا اذا كانت الدقائق اقل من شنو؟ اقل من 30. ايش ده يقول لي؟ هنا احنا نعرف انه قبل الباست هذه شنو هذه؟ دقائق، وبعد الباست هذه شنو هذه؟ هذه ساعات. الطريقه الثانيه اتفقنا انه دقائق باست ساعات. يعني شنو؟ يعني ساعه بثلاثه وعشره. ومن بين ثلاث اختيارات يقول لك يا هي من ذني تناسب هذا الوصف 15 و15 لو 15 و10 لو 15 و20. اكيد الاختيار الثاني. استاذ شلون عرفت؟ 15 ناقص 12 3 و10. هو ده يقول لي الساعه 3 و10 اتس 10 باست 3، الساعه الثالثه و10 دقائق او العشر دقائق بعد الثالثه. فلا الاختيار الاول يرهم لان الساعه الدقائق 15، والاختيار الثاني فيهم للدقائق 20 دقيقة. هاي الصيغة الثانية اللي ممكن تجينا بالامتحان التحريري بالسؤال قواعد، لكن هالمرة جاب ليها على شكل اختيارات. ننتقل الآن لكتاب النشاط، ومن ثم بعد نشرح موضوع المضارع المستمر والماضي المستمر. الكتاب النشاط تمرين رقم 1 يقول لي listen again and complete the sentences with the words from the box. استمع إلى المقطع الصوتي، يطلب مننا أن نستمع المقطع الصوتي. الأستاذ الإمام داخل الصف يعرف مقطع صوتي أو يقرأ لكم هذه المحادثة اللي دارت بين إبراهيم ووالدته، ومن ثم يقول لك أسقط بعد ما تقرأ المقطع الصوتي أو تسمع المقطع الصوتي عفوا، تسقط الكلمات بالفراغات المناسبة. هذا من الممكن احتمال نادر أن يجي بالامتحان التحريري بسؤال الإسقاطات. فنجي الآن نقرأ المقطع النصي ونحاول نوضح مفرداته. شو يقول لي؟ يقول لي إبراهيم يتحدث، يقول هلو إبراهيم هير، مرحبا معكم إبراهيم. الأم تتحدث It's your mom. Look إبراهيم It's 5 past 1. قالت له أنا أمك يا إبراهيم، انظر يا إبراهيم إنها الساعة، تبين بما أني قال لي past يعني الساعة بالوحدة وخمس دقائق أو الخمس دقائق بعد الواحدة. What are you doing؟ ما الذي تفعله؟ تش قاعد تسوي ساعة بالوحدة وربع؟ قالها Oh hi mom، مرحبا يا أمي. I am in the lift، أنا في المصعد. I am just coming to the ground floor، أنا قادم إلى الطابق الأرضي. Now الآن. Oh well hurry up، قالت له حسنا تعجل. Then and what about سلوى؟ قالت له زين وش أخبار سلوى؟ What is she doing؟ ما الذي تفعله؟ Sorry what was that؟ قالها آسف لم أسمع ذلك إنت قلتي؟ قالت له سلوى What is she doing؟ ما الذي تفعله سلوى الآن؟ قالها I don't know، أنا لا أعرف. قالت له aren't you with her then؟ ألست معها أنت إذن؟ قالها no I am with أمينة. قالت له أنا مع أمينة. قالت له who did you say؟ من الذي قلته؟ أنت ويا من؟ قالها أمينة. don't worry mom we are coming see you in the minute bye. قالها أنا مع أمينة، لا تقلقي يا أمي سوف أكون قادم بعد دقيقة. وداعا. hello who is there؟ أنا بتصلت مرة ثانية. مرحبا من معي؟ سلوى it's me. يا سلوى إنه أنا. look انظري it's 5 past 1 إنها الواحدة وخمس دقائق. what are you doing؟ ما الذي تفعلين؟ we are waiting for you، نحن ننتظرك. تجاوبها I am waiting in the queue، أنا أنتظر في الطابور. احنا أخذنا كلمة queue بالدرس السابق معناها طابور، هاي كلمة جدا مهمة حاولوا تحفظوها. in a queue do you know the time؟ قالت لها في الطابور ألا تعلمين الوقت؟ it's 5 past 1 إنها الواحدة وخمس دقائق. almost 10 past 1 بعد دقائق سبعين وعشرة. what are you queuing for؟ شوف هنا طلاب queue هاي اللي ما قديها سابقا بالدرس الأول معناها طابور. queuing معناها يصطف يوقف بالطابور يوقف سرعة. إذن قلت لها what are you queuing for؟ أنت لماذا مصطفى على شنو توقف سرعة؟ I am buying an ice cream، أنا أشتري الآيس كريم. it's very busy، والمحل ازدحام جدا. There is no time for that.
Come back right now. قلت له ما عندنا وقت لهذا الشيء. عودي الآن. سلوان بليز رجاء يا سلوان. I'm really sorry. ما. See you in a minute. قلت له أنا جدا آسف يا أمي. سوف أراكي بعد دقيقة. يعني راح تعيفها وترجع. Hello. مرحبا. حسن. It's mom. What are you doing? أنا بخبرت ابنها الثالث اللي هو حسن. قلت له حسن إنها أمك. ما الذي تفعله؟ It's 5:01. إنها الواحدة وخمس دقائق. Oh, hi, mom. مرحبا يا أمي. It's all right. I'm just coming. قلها لا تقلقي أنا سوف أكون آتي أو أني قادم. Down the stairs. أني قادم على الدرج. Can you see me? هل تريني؟ يعني هو ده يشوفها. قلها أنا يم الدرج. ده شوفيني. فتجاوبها أو تكمل. Not yet. Be careful. لم أراك. كن حذرا. Mom, I'm okay. See you in a minute. Bye. يا أمي أنا جيد أنا بحال جيد. See you in a minute. أراك في دقيقة. Hello, Jasim here. مرحبا معكم جاسم. Yes, I know. Who is it? Who it is? What are you doing? قالت لنا أنا أعرف من المتصل من الذي معي. ما الذي تفعله؟ قال nothing. لا شيء. You sound funny. تبدو مضحكا. Where are you? أين أنت؟ I am in the restaurant. I am having a burger. قالها أنا بالمطعم دا أكل برجر. قالت لنا in the restaurant. But it's 5:01. لكنها الساعة الواحد أو خمس دقائق. Where is Fahad? أين Fahad? Is he with you? هل هو معك? Yes, he was thirsty and he's having a cola. نعم, لقد كان عطشانا والآن يحظى بالكولا. Look, Jasim, will you hurry up? انظر يا جاسم, استعجل الآن. Please, رجاء, bring the burger with you. جيب اللفة وياك, يعني كلها بالطريق. Tell Fahad to bring his cola. وأخبر Fahad بأن يجلب الكولا الخاصة بي. Okay, ma, حسنا يا أمي. Sorry, we are coming quickly. نحن آسفين ونحن قادمون بسرعة. بعد ما قرأنا النص يقول لي حاول تسقط هذه الكلمات بالفراغات المناسبة. Doing معناها يفعل. حاول تحفظ معنا هذه الكلمات. In معناها في. No هنا no تجيب معنى كلا وتجيب معنى ليس. مثلا هنا معناها ليس. Queue بابور. Queuing معناها يصطف. يعني يقف بسرعة. هسا. What are you فراغ. ماذا أنت فراغ. شو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد كلمة doing. What are you doing؟ ما الذي تفعله؟ أكثر من مرة سألت الأم قالتها What are you doing؟ ما الذي تفعلينه؟ ما الذي تفعله؟ قالها See you فراغ a minute. أراكي فراغ دقيقة. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد كلمة in. أراكي في دقيقة خلال دقيقة بعد دقيقة أشوفك بالمطعم. I am waiting in أي فراغ. أنا أنتظر في الفراغ. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ ينتظرون في الطابور. أقول لك you في الطابور. What are you فراغ for؟ ما الذي فراغ لأجله؟ شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ What are you queuing for؟ ما الذي تصطف لأجله؟ أنت على شنو واقف سرعة؟ هنا أنا كلمة queuing مناسبة أكثر من كلمة queue. There is فراغ time for that. ليس هنالك وقت لذلك. إذا شو أقول؟ There is no time for that. ليس هنالك وقت لذلك. عد الآن. يعني تعال بسرعة بعد ما عندنا وقت لهذا الشيء. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. أنا قلت لك بالبداية قلت لك من الممكن نادرا أن تجي أحد هذه الجمل بالامتحان التحريري أو الامتحان الوزاري بالسؤال المخصص للإسقاطات. لكن أنا قلت لك نادرا يجي لأن الكلمات مالته بسيطة وعندنا كل شوية أمثلة إسقاطات أو تمارين إسقاطات أصعب وأكثر أهمية من هذا ودائما يركزون على الامتحان الوزاري. لذلك هذا سابقا ما جاي ولا مرة بالامتحان الوزاري. لذلك أقول لك نادرا يجي بالامتحان الوزاري. الآن ننتقل لموضوع آخر اللي هو present المضارع والpast continuous والماضي المستمر. هذا الموضوع موضوع قواعدي مهم جدا. لازم نعرف نميز بين المضارع المستمر والماضي المستمر. نتعرف على قواعده وكذلك قواعد إضافة الـ ing بالدقائق القادمة. خليكم ويانا. الآن مع موضوع قواعدي جدا جدا مهم ويعتبر أساس للكثير من المواضيع القواعدية القادمة. طلاب أنت بالبداية أخذت بالسادس ابتدائي الأول متوسط الثاني متوسط أخذت في الأزمنة أخذت المضارع المستمر المضارع البسيط. لكن بعض الطلاب لحد الآن ما مفتهم شنو الفكرة من الزمن. إحنا عندنا مجموعة من الأزمنة. مثلا اليوم عندنا موضوع المضارع المستمر أو زمن المضارع المستمر اللي هو present continuous. هذا الزمن يستخدم للتعبير طبعا كل زمن يستخدم للتعبير عن حدث معين. إذا الحدث بالماضي أستخدم لماضي بسيط ماضي مستمر كل واحد واستخدامه. إذا الحدث بالوقت الحالي باللحظة اللي نحكي بها الآن
نستخدم وياه مضارع مستمر، اذا الحدث يحدث كل يوميا نستخدم وياه المضارع البسيط الى اخره. استاذ انا شلت بهاي الدوخه كلها. انت كطالب لازم تعرف كل زمن لمن يستخدم، فبالتالي انت خطوه الاولى لموضوع المضارع المستمر، الخطوه الاولى على مود تفهم موضوع المضارع المستمر لازم تعرف هذا الزمن عن شنو يحكي. اولا المضارع المستمر هو عباره عن زمن، هو زمن يستخدم للتعبير عن احداث، ركز وياي، تحدث الان بالوقت الحالي. شنو الان؟ وقت حدوث الكلام. ما فهمت استاذ شلون يعني؟ يعني انا حاليا استاذ طه ايش قاعد اسوي باللحظه الحاليه، وقت اللي دا احكي بيه ايش قاعد اسوي؟ قاعد ادرس الطلاب، قاعد ادرس. فاذا اعبر عن هذه الجمله اعبر عنها باستخدام زمن المضارع المستمر، ما استخدم الماضي البسيط او الماضي المستمر. ليش؟ لان هذا حدث وقع في الماضي. استخدم المضارع المستمر، ايش اقول؟ اقول I am teaching you، انا ادرسكم. اقدر اكملها now، انا ادرسكم الان في هذه اللحظه. اذا هو زمن يستخدم للتعبير عن احداث تحدث الان. مثال اخر، اقول انا مثلا يا ابني واحد اسمه علي قاعد يقرا، اقول على سبيل المثال علي is reading a book، علي يقرا كتاب. اقدر اقول مثلا now او at the moment، علي يقرا الكتاب في هذه اللحظه. اذا بهاي اللحظه علي قاعد قدامي وقاعد يقرا كتاب. بما انه حدث ده يحدث الان اعبر عنه باستخدام المضارع المستمر. اضرب لك مثال اخر، طاوعت طلعت برا لقيت الدنيا تمطر. مثلا اقول look، انظر، طاوع بهاي اللحظه اللي نحكي فيها. it is raining، انها تمطر. اذا المضارع المستمر لحد الان هو زمن يستخدم للتعبير عن احداث تحدث الان في هذه اللحظه. زين استاذ، شنو القاعده اللي راح اتبعها بالمضارع اللي احنا طبعا متعودين بالاول متوسط بالثاني متوسط، انه كل زمن بثلاث قواعد، بقاعده مثبته ومنفيه واستفهاميه. انت كطالب لازم تحافظ القاعده المثبته والمنفيه والاستفهاميه، وتعرف شلون تميز بين كل قاعده او بالامتحان شو وقت تطبق القاعده المثبته والمنفيه والاستفهاميه. الان راح نشرحها بشكل مفصل اكثر. طلاب هسه نجي على اليمن على القاعده المثبته. شو تقول القاعده المثبته؟ تقول فاعل زائدا، انتبه وياي احفظ وياي، اما از او ار او ام. اوقف استاذ، ايش وقت اخلي الاز؟ ايش وقت اخلي الار؟ ايش وقت اخلي الام؟ هذه ما اخذيها سابقا في الابتدائيه. اذا كان هذا الفاعل، اذا كان الفاعل هي او شي او ات، لان كل هالاشياء ياخذن اس لو ار لو ام، ياخذن اس. انا حافظ انه اذا كان الفاعل هي او شي او ات او اي اسم مفرد، مثلا ذكات القطه مفرده، فبالتالي اخذ خلي لها اس. اذا هي او شي او ات اخلي لها اس. زين الار شو تخليها استاذ؟ اذا كان الفاعل مادتي ذي او وي او يو او اي اسم جمع، ايش راح اخليه؟ اذا ايش راح ياخذن؟ ياخذن ار. زين استاذ ايش وقت اخلي الان؟ الان تاخذها فقط مع او تستخدم فقط مع الاي، فاقول اي ام. اذا لاحظتوا اي هي الفاعل، ايش اخذت؟ اخذت ار. علي يعتبر مفرد عوض عنه بالضمير هي، ايش ياخذ؟ ياخذ اس. الاس كذلك ايش تاخذ؟ تاخذ اس. ات تاخذ اس. علي او هي ياخذ اس. اذا كان اذا كان الاسم مفرد هي او شي او ات اخلي له اس، ذي او وي او يو او اي اسم جمع اخلي له ار، والاي تاخذ ار. نرجع نكمل القاعده، فاعل زاد الاز او ار وان زاد شنو؟ انتبه لي هنا، فعل يحمل اي ان جي زائدا التكمله. شوفوا كل الطلاب كل الافعال تيتشنج ريدنج رينج كلهم ايش بهن؟ بهن اي ان جي. اذا الهيكليه الان لازم احفظها، فاعل اس او ار وان وفعل يحمل اي ان جي. هاي القاعده ايش سميناها؟ تذكرون
قاعدة المثبت. أريد أن أتطرق لقاعدة ثانية اللي هي قاعدة النفي. شو تقول؟ تذكرون بالدرس الأول بموضوع وصف الأماكن شلون أنفي الجملة؟ حاولوا تذكرون أنفي الجملة بإضافة not على الفعل المساعد. إذن أقول فاعل زائد is or are عام يعتبر أن أفعال مساعدة is أو are أو am زائد شو أخليهن؟ أحفظ لي أخليهن not زائد فعل شبيه فعل يحمل ing والتكملة. هاي القاعدة شو نسميها؟ نسميها القاعدة المنفية. زين أسألك سؤال آخر، من يتذكر النفي سميناه بالدرس الأول؟ سميناه نيجاتيف، يعني أنا أطبق القاعدة المنفية لما بين قوسين شو يقول لي؟ يقول لي نيجاتيف. زين القاعدة الاستفهامية من يتذكر بالدرس الأول إيش أخذنا بالقاعدة الاستفهامية؟ نضع الفعل المساعد في وزن الزمان قبل الفاعل. إذا نخلي إز أو آر أو آم زائدا فاعل زائدا شنو؟ فعل شبيه فعل يحمل ing والتكمله، ولا تنسون علامه الاستفهام. ملاحظ، انت بالامتحان لازم عندك ببالك اكثر من 10 15 20 موضوع قواعدي، فد 4 5 ازمنه. بالامتحان جاب لي جمله، شو معرفني ابو الوزاري يريد من عندي مضارع المستمر، الماضي المستمر، المضارع البسيط، الماضي البسيط، المضارع التام، عندنا كلش هواي ازمنه باللغه الانجليزيه بالثالث متوسط. انا شو معرفني ابو الوزاري يريد اطبق القاعده المضارع المستمر؟ هنا ادي دلائل، دلائل المضارع المستمر هن كالتالي. اولا اذا لقيت ناو، بس اشوف كلمه ناو بالجمله اقول هاي الجمله مضارع مستمر. او at the moment في هذه اللحظه، او بعض الاحيان يخليني كلمه look بدايه الجمله. هذه look تدل على عند الحدث اللي يحدث الان. مثلا اقول لك باوع باوع، الدنيا تمطر، look انظر او باوع معناها هذا الحدث اللي راح احكي عنه حدث بهاي اللحظه اللي يحدث. اذا لقيت look وين؟ في بدايه الجمله. هذني اذا شفتهن بالجمله تلقائيا مباشره تقول الجمله بيا زمن، بزمن المضارع المستمر. جيد، هسه الخطوه الاولى عرفت ان هاي الجمله اللي جاب اياها بالامتحان جمله بزمن المضارع المستمر. زين تريد تعرف تطبق قاعده مثبته، منفيه، استفهاميه؟ عندك ثلاث قواعد. اولا تطبق القاعده الاستفهاميه اذا لقيت شنو؟ علامه سؤال، او مرات يعطيني تلميح شو يقول لي؟ يقول لي question. شنو question؟ يعني طبق القاعده الاستفهاميه، طبق قاعده السؤال. اذا لقيت question او علامه سؤال طبق القاعده الاستفهاميه. اذا لقيت negative او شنو؟ او كلمه not طبق القاعده المنفيه. زين استاذ ذني كل ما لقيت، لا لقيت لا نيجاتيف لا not لا question لا علامه سؤال، ما لقيت الا اربع دلائل طبق القاعده المثبته. ما افتهمت استاذ، شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال بالامتحان الوزاري او بالامتحان الشهري جاب لي مثال، ايش قال لي؟ قال لي منى كوك ان ذا كيتشن ات ذا مومنت. شوف طلاب، جاب لي هاي الجمله بالامتحان، وايش قال لي بين قوسين؟ قال لي correct. شنو يعني correct؟ يعني صح. زين انت استاذ طه ايش قال لك؟ قال لك انت عندك خطوتين، كل ما تشوف جمله قواعديه عندك خطوتين. الخطوه الاولى هذه الجمله اللي جاب اياها بالامتحان بيا زمن، لازم تعرف زمن الجمله. شلون اعرف زمن الجمله؟ عندي دلائل. ايش لقيت؟ لقيت at the moment. تلقائيا بس شفت كلمه at the moment ايش راح اطبق؟ يا زمن، زمن المضارع المستمر. نرجع هذا المضارع المستمر. استاذ انت منطيني ثلاث قواعد لي، يا قاعد تريد اطبق المثبته المنفيه الاستفهاميه، انا حافظهم الثلاثه بس ما اعرف الامتحان يا عيل اطبقها. اقول لك ارجع للمثال، لقيت كويستشن او علامه سؤال، لا استاذ هاي لقيت نقطه وما لقيت، ما حاطه بالجمله كلمه كويستشن، اذا ما راح تقدر تطبق القاعده الاستفهاميه. زين لقيت كلمه نيجاتيف بالجمله؟ لا. لقيت كلمه نوت؟ لا.
ما لقيت لا نيجاتيف ولا نوت راح اطبق القاعده المنفيه لا ستار ما تقدر تطبق لا الاستفهاميه ولا المنفيه ما تقدر تطبق لا القاعده الاستفهاميه ولا القاعده المنفيه مش فقط عندي القاعده المثبته شو تقول القاعده المثبته فاعل الزعر وعام واي ان جي يلا شنو الفاعل الفاعل منى منى تعتبر مفرد لجمع تعتبر مفرد اعوض عنها بالضمير شي شوفوا منى تعتبر شي الشي تاخذ اسم اذا منى زائدا اما الزوار وانقلت لها اسم زائدا الفعل اللي بين قوسين طبعا الطلاب هو اللي يقول لي كوركت صح شو صح انا اصحح الفعل اللي بين قوسين هو لما يقول لي كوركت يقول لي هذا ترى انا منطق هذا اللي بين قوسين هذا الفعل هذا المطلوب من عندك انك تصححه فانا خليت له اسم ومن ثم فاعل الزوار وام رجع فاعل الزوار وام والفعل شبيه بي اي ان جي فاعل خليته الاس نزلته الكوك شو اخليله اخليله اي ان جي ومن ثم التكمله تنزل كما هي ان ذا كيتشن ات ذا مومنت منى تطبخ في المطبخ في هذه اللحظه حدث يحدث الان مثال اخر ايش قال لي شوف ان انا طلاب بعض الاحيان اسالني انا والله قال لي ترى هذه طلعتك بها ات ذا مومنت هذا مومنت هي دليل على ان الجمله بها زمان مضارع مستمر بعض الاحيان يلغي الدلائل ما يجي فيها بالامتحان بهاي الحاله شو نعرف زمن الجمله مضارع مستمر تعرفه اذا لقيت از او ار او ام وفعل بي اي ان جي اذا لقيت از واي ان جي ار واي ان جي ام واي ان جي تلقائيا ايش راح تقول راح تقول الجمله بالمضارع المستمر ما افتهمت استاذ شلون يعني على سبيل المثال قال لي they are having a party ايش قال لي بين قوسين على سبيل المثال قال لي question شنو question يعني سؤال هالمره ما قال لي correct هالمره قال لي سؤال قال لي انا جايب لك جمله اريدك تحول لي اياها الى جمله استفهاميه او تحول لي اياها للقاعده الاستفهاميه مبدئيا انا لازم اعرف ان الجمله بها زمن على مود اعرف الطريقه اللي مناسبه لها. اولا طاوعت لقيت اكو دليل لقيت هنا انا ناو ات ذا مومنت لوك لا استاذ ما لقيت ما اعرف زمن الجمله ما اقدر اعرف زمن الجمله لا تقدر تعرف زمن الجمله شوف لقيت شنو؟ لقيت ار فعل ايش بي؟ بي اي ان جي استاذ طه ايش قال؟ قال اذا لقيت از و اي ان جي ار و اي ان جي ام و اي ان جي تكون الجمله بها زمن مضارع مستمر ار اي ان جي اذا هذه بيني وبين نفسي انا ايش راح اقول؟ هاي الجمله مضارع مستمر زين مضارع مستمر انا عندي ثلاث قواعد يا قاعده تريدنا تطبق استاذ طبق القاعده الاستفهاميه ليش؟ لان لقيت كلمه كويستشن كويستشن يعني سؤال انا قلت لكم اذا لقيت كويستشن اطبق القاعده الاستفهاميه شو تقول القاعده الاستفهاميه؟ الازوار وعم بالبدايه وفاعل واي ان جي اذا هو ايش منطيني؟ منطيني هذا الار ومن ثم الفاعل شنو؟ ذي طبعا طلاب تعرفون ان الار الاي كان صغير صار شنو؟ كابيتال لان صار بدايه الجمله ار ذي زاد الفعل يحمل اي ان جي هو اصلا بي اي ان جي ار ذي هافينج ا بارتي ولا تنسون علامه الاستفهام هم يحظون باحتفاليه او بحفله هل هم يحظون باحتفاليه؟ أصبحت جملة استفهامية. مثال أخير وننتقل للموضوع الآخر اللي هو موضوع الماضي المستمر. على سبيل المثال إيش قال؟ قال لي we are cleaning the floor. على سبيل المثال إيش قال لي بين قوسين؟ قال لي نيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ يعني نفي. يقول لي أنا هاي الجملة منطقية. بس اريدك تنفي لي اياها. اول شيء لازم تعرف شنو؟ زمن الجمله. الجمله بها زمن؟ جمله بزمن المضارع المستمر. استاذ شلون عرفت؟ ار واي ان جي. مجرد ان لقيت ار واي ان جي، ام واي ان جي، از واي ان جي، اقول بيني وبين نفسي ان الجمله شنو؟ مضارع مستمر. يا قاعده من قواعد المضارع المستمر اطبقها هذه عليك. ايش لقيت؟ لقيت نيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ يعني نفي. يعني نفيني الجمله. اطبق القاعده المنفيه نرجع شو تقول القاعده المنفيه فاعل الزوار وعام نوت تو اي ان جي شفت لها
ضفت لها نوت. الفاشن هو وي. فالمساعد الزوار وعام هو جاء خالي خالي آر زادا شا خليها خليها نوت. ومن ثم الفعل بي آي إن جي واصل خالي آر بي آي إن جي cleaning the floor. They are not cleaning the floor. من الممكن أن ينطيني بصعوبة أو يسويني بها فدلوفة أو فكرة معينة؟ شن هي الفكرة؟ هالمرة قال لي مثلا على سبيل المثال قال لي he not write a story now. ايش قال لي بين قوسين؟ قال لي correct. شوف هاي الفكرة طلاب، هذه صيغة جديدة، من الممكن ان يجيب لي هذه الصيغة. اولا انت لما يقول لك correct شنو يعني correct؟ يعني صح. لازم تعرف جزء من الجملة، جملة بها زمن. استاذ لقيت now، انت قلت لنا بس اشوف كلمة now اقول الجملة بها زمن، جملة بزمن المضارع المستمر. سابرنا الخطوة الأولى، مضارع المستمر فيه ثلاث قواعد، مثبتة ومنفية واستفهامية. يا قاعدة تريد نطبق، شوف هنا مش مخليه خليني تلميح صغير يقول لك أريدك تطبق للقاعدة المنفية من المضارع المستمر. شلون عرفت؟ من خلال كلمة نوت. نرجع القاعدة المنفية مع المضارع المستمر، إذا لقينا نوت طبق القاعدة المنفية. فاعل الزوار وام نوت واي ان جي. شوفوا طلاب هالمرة كلها عليا. الفاعل شنو؟ اللي هي شو خلينا؟ شوف انا ما خلي قبل شويه كان يخليني خليني ار وانا فقط اضيف نوت. انا ما خلي اللي هي تاخذ از لو ار لو ار تاخذ از، فاقول هي از شو خلينا؟ نوت. فاعل زاد از زاد النوت زاد الفعل ايش فيه؟ اخلي لها ايت الرايت تصبح رايتنج ستوري. طبعا احنا بعد قليل راح ناخذ ملاحظات اضافه الاي ان جي، انه اذا انتهت بي لازم تنحذف. يلا اخليها اي ان جي. بعد دقائق ان شاء الله راح نشرح طريقه اضافه الاي ان جي للفعل. فانت لازم كطالب لما تريد تضيف اي ان جي تضيفها بطريقه صحيحه. ان شاء الله راح نشرح الدقائق القادمه. هذا كل ما يخص موضوع المضارع المستمر. هسه مراجعه سريعه للمضارع المستمر. اولا شلون اعرف الجمله مضارع مستمر؟ اذا لقيت نعم هذا مومنت او كلمه لوك. شو تطبق القاعده الاستفهاميه؟ اذا لقيت كوستن او علامه سؤال، منفيه نيجاتيف او نوت. ما لقيت من كلهن اطبق القاعده المثبته. قاعده مثل شو تقول؟ فاعل ازوار وام واي ان جي، اردن فيها اخلي لها نوت. هذا سوى استفهاميه، الازوار وام اخليها في البدايه، انتهت. الان ننتقل لموضوع الماضي المستمر. الماضي المستمر نفس تقريبا المضارع المستمر، فقط تغيير بسيط بسيط جدا. شو تقول؟ اسمه اسمه الماضي المستمر. اسمه باللغة الإنجليزية past continuous. past continuous الماضي المستمر. هسه المضارع المستمر هو زمن يستخدم للتعبير عن أحداث تحدث الآن. الماضي المستمر هو زمن، انتبهوا وياي، هو زمن يستخدم للتعبير عن أحداث حصلت في الماضي. احفظوا وياي، حصلت في الماضي واستمرت لفترة معينة. الماضي البسيط اللي أخذناه بالأول متوسط وبالثاني متوسط هو زمن يستخدم للتعبير عن أحداث حصلت وانتهت في الماضي. أما الماضي المستمر حصلت في الماضي واستمرت لفترة معينة. هذا الفرق بيناتهم، أن الماضي المستمر استمر لفترة معينة. يعني شنو أستاذ حصلت واستمرت لفترة معينة؟ يعني على سبيل المثال إيش قال لي؟ قال لي البارحة أنا مثلا على سبيل المثال كنت أشاهد فيلما. مثلا أقول I was watching TV. كنت أشاهد فيلما. أنا ظليت أباوع فيلم مثلا على سبيل المثال yesterday between 10 and 11 p.m. على سبيل المثال. كنت أشاهد فيلما يوم أمس من العاشرة إلى الحادي عشر. شوفوا هنا اللي يوضح لي يقول لي هذا ترى هذا الحدث يسترداي بالماضي صحيح، لكن أكدت لك
بالبارحة من العشرة لين 11 ظليت مستمر أنا من العشرة لين 11 ظليت أباوع فيلم. إذا حدث وقع في الماضي واستمر لفترة معينة. على سبيل المثال مثال آخر قلت لك she was cleaning the room from 7:30 to 8:30. كانت تنظف الغرفة من الساعة 7:30 حتى 8:30. حدث وقع في الماضي واستمر لفترة معينة. ظلت تنظف الغرفة من 7:30 إلى 8:30. زين أستاذ شنو القاعدة؟ كالعادة همنا بقاعدة مثبتة منفية استفهامية. لازم أني أعرف كل وحدة شنو هي القاعدة أو التركيب مالتها. أولا قبل شوية قلنا فاعل is or am I it. هذا فاعل زائد was أول زائد شنو فاعل يحمل I it انتهى. يعني ديك الفرق فقط شنو ديك is or am هذا شنو هذا was هو. زين النفي إذا أردنا فيها فاعل زائد was أو were زائد شنو أخلي له النوت زاد الفعل يحمل ing والتكملة. زين الاستفهام شو نسوي؟ ال was where شو نخليها بالبداية؟ فش راح تصير was أو where زائد فاعل زائد فعل يحمل ing والتكملة. ولا تنسون علامة استفهام. طلاب سؤال موجه لكم، شو وقت تطبق القاعدة الاستفهامية؟ إذا لقيت question أو علامة سؤال. شو وقت تطبق القاعدة المنفية؟ إذا لقيت نيجاتيف أو نوت. شو وقت تطبق القاعدة المثبتة؟ إذا ما لقيت ذني كلها. زين أستاذ قبل شوية قلت لنا شو وقت نخلي الإز شو وقت نخلي الآر شو وقت نخلي الآن. الآن شو وقت نخلي الوز شو وقت نخلي الوير. نفس الفكرة إذا كان الفاعل مادتي هي أو شي أو إيت شو نخليها؟ نخلي أو أي اسم مفرد طبعا أي اسم مفرد نخليها شنو؟ ووز. إذا كان ذي أو وي أو يو أو أي اسم جميع شو نخليلهم؟ نخليلهم وير. أوقف استاذ الآي قبل شوية أخذت آن الآي تخلي ويا الوز ويا الوير. الآي تخلى ويا الوز فأقول I was. إذا أنا حط المثال I was watching TV yesterday كنت أشاهد التلفاز البارحة. الآن عرفنا قاعدة الماضي المستمر. استاذ قبل شوية قلت لنا إنه إذا لقيت نا at the moment أو عبارة look تعرف إن الجملة مضارع مستمر. زين شلون أعرف إن الجملة ماضي مستمر؟ شنو هو الدليل مالتي إن الجملة هذه ماضي مستمر؟ طلاب هذا الزمن لا يحمل دلائل. ما بي دلائل. استاذ شلون أنا أعرف زمن الجملة ماضي مستمر إذا ما بي دلائل؟ إذا ماكو دلائل نروح إذا لقيت was أو where و ing أقول الجملة ماضي مستمر. قبل شوية إيش قلت لك؟ قلت لك إذا لقيت is و ing are و ing am و ing تقول مضارع مستمر. هسه إيش أقول لك؟ إذا لقيت was و ing were و ing تقول الجملة يا زمن ماضي مستمر. أولا ممكن بالامتحان يقول لي بصريح العبارة يقول لي هاي القاعدة وهاي الجملة أريدك تطبق لي عليها قاعدة الماضي المستمر. هسه خلينا ناخذ أمثلة تكون موضحة أكثر. يعني على سبيل المثال ايش قال بالامتحان؟ قال لي سهى was eating breakfast. على سبيل المثال ايش قال لي بين قوسين؟ قال لي نيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ هذا السؤال موجه لكم. شنو يعني نيجاتيف؟ يعني انفي لي اياها. هذه الجمله بدك تطبق لي عليها القاعده المنفيه. اوقف استاذ أطبق القاعدة المنفية مع المضارع المستمر لو الماضي مستمر. شنو دليلك؟ ما هو على عجل لقيت دليل؟ أستاذ ما لقيت أي دليل، لكن لقيت was وفعل شبيه b-i-n-g. لنفترض لقيت is و-i-n-g شو تقول؟ تقول مضارع مستمر. ولقيت was و-i-n-g was و-i-n-g شو تقول؟ تقول ماضي مستمر. إذن هذه الجملة بينك وبين نفسك بالامتحان ايش قلت عنها؟ قلت هاي جملة ماضي مستمر. يا قاعدة تطبق من قواعد الماضي المستمر المنفية
شو تقول القاعدة المنفية؟ فاعل. شنو الفاعل؟ سها. شو تاخذ سها؟ وزنها وين؟ هو اصلا حاط لي اياها واز. شو خليها؟ خليها نوت. زاد الفعل ايش فيه؟ اي ان جي. هو اصلا حاط لي بي اي ان جي. wasn't eating the breakfast. سها لم تكن تاكل الافطار. مثال اخر على سبيل المثال ايش قال لي؟ قال لي they not wash the car. ايش قال لي بين قوسين؟ past continuous ماضي مستمر. هالمرة ما قال لك روح دور لي بالدلائل وشوف زمن الجملة بها زمن وبالتالي حدد الزمن وتحدد القاعدة. أبدا، مجرد ايش قال لك؟ قال لك هاي الجملة أنا دا أقول لك طبق لي عليها قاعدة الماضي المستمر. لكن يا قاعدة من قواعد الماضي المستمر؟ يقول لي أنا منطيك نوت، يعني يا قاعدة المفروض تطبق القاعدة المنفية. نرجع لو حافظيها، قاعدة منفية شو تقول؟ was were not ing. فاعل was were not ing. شنو هو الفاعل؟ they. if they تاخذ was لو were، نرجع خاف ناسيها. if they تاخذ were، اذا they were شنو نخليها؟ not، ومن ثم الفعل was. شنو نخلينا؟ خلينا ing. they were not washing the car. لم يكونوا يغسل السيارة، ما كانوا يغسلون السيارة. نفيت الكلام اللي قالوا. اذا هذه الصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان. اكو صيغه بعد اصعب، خلينا ندرب او ندرب نفسنا على كل الصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان التحريري، على مود خاف من الوزاره يجيب لي صيغه جديده. مثلا قال لي يو ايت برجر ان ذا ريستورانت، علامة استفهام. وش قال لي؟ قال لي past continuous ماضي مستمر. طلاب هالمرة ركزوا وياي لأن هاي الصيغة شوية جديدة. أولاً وش قال لي؟ قال لي هاي الجملة بدك تطبق لي past continuous. شنو يعني past continuous؟ ماضي مستمر. اتحددت زمن الجملة. لكن يا قاعدة من قواعد الماضي المستمر، باوعت ننطيني تلميح صغير كلش اللي هو شنو؟ علامة الاستفهام. احنا اتفقنا انه اذا لقينا علامة استفهام ايش راح نطبق؟ القاعدة الاستفهامية مال يا زمن مال الماضي المستمر. القاعدة الاستفهامية شو تقول؟ was were فاعل و ing. تعالوا وياي، اخلي was go where، ما اعرف السالفة، ما منطيني فاعل، لا منطيك فاعل. شنو الفاعل؟ يو. اللي ياخذ was go where ياخذ وير. اول شيء اخلي الوير، شوف انا متفقين احنا ان اليوش ياخذ وير. بالقاعده شو تقول؟ اول شيء تخلي اما واز او وير زائد الفاعل. بما ان الفاعل ما تيوش راح اخلي له وير، لكن الوير اخليها قبل الفاعل. ليش؟ لان القاعده استفهاميه. لان اقول له وير زائد الفاعل شنو؟ يو زائد الفعل يحمل اي ان جي. الايت ايش راح تصير؟ ايتينج زائد التكمله برجر in the restaurant. Were you eating burger in the restaurant؟ هل كنت تأكل البرجر في المطعم؟ أصبحت جملة استفهامية. هذا كل ما يخص موضوع الماضي المستمر والفرق بينه وبين المضارع المستمر. الآن ننتقل للصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان، أمثلة إضافية. هو جاء فقط مرة واحدة بالامتحان الوزاري، لكن احنا طلعنا أمثلة إضافية أكثر على مود نتدرب ونحفظ قاعدة المضارع والماضي المستمر. خليكم ويانا الآن مع الأمثلة اللي ممكن تجينا بالامتحان التحريري، كل الصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان التحريري. قبل ما أبدأ نراجع مراجعة سريعة. المضارع المستمر شنو قاعدته؟ فاعل is و are و am وفعل بالING. أردن فيه أخلي له نوت. أبدأ أسوي استفهام الـ is و are و am بالبداية. هذا المضارع المستمر. الماضي المستمر فاعل زائد was أو were زائد الفعل إيش فيه؟ فعل يحمل ING زائد المتكلم. نفي نوت استفهام از واز ورا خليها من البدايه. كمثال وي هاف دينر. ايش قال لي؟ قال لي باست كونتينوس صريح العباره. ده يقول لي شنو؟ ماضي مستمر. يا قاعده من قواعد الماضي المستمر استاذ ما لقيت لا نيجاتيف لا نوت لا كوستشن لا علامه سؤال، من ما طبق لا قاعده منفيه ولا استفهاميه، ايش راح تطبق؟ قاعده مثبته. ماضي مستمر قاعده مثبته شو تقول؟ فاعل. شنو هو الفاعل؟ وي. انزل الوي
زائدًا أما واز أوير الوي تأخذ واز أوير الوي ينجمع تأخذ وير فقول له وي وير زائدًا فعل يحمل ING الهاب إيش راح أصير راح أصير having زائدًا التكملة شنو التكملة dinner we were having dinner لقد كنا نحظى بالعشاء كنا نتعشى الجملة الثانية she cleaned the house now أوقف بس تشوف كلمة now يا زمن زمن المضارع المستمر راح أطبق قاعدة المضارع المستمر يا قاعدة مقابل المضارع المستمر قاعدة مثبتة لا نيجاتيف لا نوت لا كوستيف علامة سؤال القاعدة مثبتة فاعل الزوار وعام وعين الفاعل شيء هذا الشيء نسيته الشيء تاخذ اسم زوار وعام مفرد تاخذ اسم زائد الفعل يحمل ING الكلين ايش راح يصير هذا الكلين اضيف له ING ومن ثم التكمله شي از كلينينج ذا هاوس ناو هي تنظف الغرفه الان مثال ثالث اي درايف ذا كار فيري فاست ايش قال لي باست كونتينوس ماضي مستمر فاشن اي بالماضي المستمر الاي ياخذ واز ياخذ واز طبعا طبق القاعده المثبته اكيد لان ما لقيت لا نوت لا لقيت لا كوستين على السؤال بقول اي واز زاد الدرايف شو اخلي له؟ خلي الاي ان جي هذا الدرايف اللي تنحذف يصير اي وان جي زاد التكمله اي واز درايفنج ذا كار فيري فاست كنت اقود السياره بشكل سريع جدا لوك بس لقيت كلمه لوك الجمله بيا زمان مضارع مستمر يا قاعده مثبته الفاعل شنو؟ الفاعل بدوق بدوق الكلب جزاكم الله ياخذ از دوار العام ياخذ از لاي مفرد بدوق از زائد ران شو تصير؟ خلي الاي ان جي رانينج لوك ذا دوغ از رانينج انظر ان الكلب يركض استاذ وين لوك؟ تريد تنزل اللوك عادي نزلها بدايه الجمله هذه مجرد مقدمه للجمله دليل ان الجمله مضارع مستمر اللي بعدها ذا دوغ واز رانينج فاست ايش قال لي؟ قال لي كوستشن شنو يعني question؟ يعني سؤال وقف استاذ تريد نطبق السؤال مع المضارع المستمر ضمن السؤال مع الماضي المستمر ما اعرف هذا عليك السؤال شوف لقيت شنو؟ was وشنو؟ ing was و ing رجعوا على القواعد was و ing هذا يا زمن هذا ماضي مستمر شو تقول قاعدة الماضي المستمر الاستفهامية الwas و where خليها بالبداية فهنا نجي نطبق هذا الواز أشيله خلي بالبداية فش راح أصير was زاد الفاعل شنو the dog زاد فعل يحمل ING هو أصلا خالي ING running was the dog running fast هل كان الكلب يركض بسرعة بعدها هم أنا قال لك question شنو question سؤال يا سؤال ماضي مستمر لا مضارع مستمر ما أدري نشوف is ING is ING يعني شنو مضارع مستمر يا قاعدة الاستفهامية شو تقول قاعدة الاستفهامية أشيل الإز خلي بالبداية هذا الإز صار بالبداية صار الحرف الأول كابيتال إز نهى زائدا الفاعل طبعا نهى زائدا الفاعل يحمل آي إن جي ستاديينج زائدا التكملة التكملة اللي هي هار إز نهى ستاديينج هار طبعا لا تنسون علامة الاستفهام إذا جملة استفهامية إز نهى ستاديينج هار هل نهى تدرس بجد؟ اللي بعدها what you do in the factory ايش قال لي؟ قال لي past continuous اولا هاي الجملة شنو؟ ماضي مستمر يا قاعدة من قواعد الماضي المستمر المثبتة للفعل الاستفهامية شوف هنا استفهامية قاعدة استفهامية ماضي مستمر خلينا نجي نتأكد هذا ماضي مستمر قاعدة استفهامية شو خلي؟ was where فاعل ing يلا ال you ياخذ was where ياخذ where أخلي واب ومن ثم شنو الفاعل شنو الفاعل يو ومن ثم فعل شنو الفعل دو شو خلينا اي ان جي دوين تكمله وعلامه السؤال وقف استاذ والوات وين راحت الوات اداه سؤال احنا اتفقنا سابقا اداه السؤال يجب ان تكون في بدايه الجمله الاستفهاميه اذا تريد تنزلها يعني مو ضروره تنزلها بس اذا تريد تنزلها ما لازم تكون بداية الجملة. أقول what were you doing in the factory؟ ما الذي كنت تفعله في المصنع؟ اللي بعدها هدى not write a letter. إيش قال لي؟ قال لي past continuous ماضي مستمر يا قاعدة منفية. هدى هي الفاعل تأخذ was لا where تأخذ was لا المفرد. شو خليها؟ خليها not
ومن ثم فعل يحمل ING رايت ايش راح يصير رايتينج ومن ثم التكملة هدى was not writing a letter لم تكن هدى تكتب رسالة اللي بعدها سامي not running the race at this moment لقيت at the moment أو at this moment جملة يا زمان مضارع مستمر يا قاعدة منفية فاشلوا سامي ايش ياخذ اس منفية خلينا نوت والفعل ايش فيه الران ايش راح يصير راني زاد التكملة سامي isn't running in the race at the moment سامي لا يركض في السباق في هذه اللحظة الأخيرة the children watch now ايش لقيت now الجملة بها زمن مضارع مستمر يا قاعدة استفهامية علامة استفهام لقيت مضارع مستمر قاعدة استفهامية رجع هذا المضارع المستمر is وار وعام ايش اللي نخليه بالبداية اما از او ار او ام الفاعل شنو هو شنو تشلدرن اطفال مفرد لو جمع اذا ايش اخليهم ار والفاعل شنو هو the children زائدا الواتش ايش فيه اخلي لها اي ام جي واتش ايش راح يصير واتشينج تكمله وعلامه سؤال ركز وياي يا استاذ والوات قبل شوي قلت لكم الوات اداه السؤال اذا جبت وين اخليها بدايه الجمله اذا تريد تنزلها وات ار ذا تشيلدرن واتشينج ما الذي يشاهده الاطفال هذا كل ما يخص موضوع المضارع المستمر والماضي المستمر اخذنا القاعده المثبته المنفيه الاستفهاميه مال كل زمن عرفنا شلون تجينا بالامتحان شلون نقدر نجاوب عنها اخذنا امثله اضافيه امثله وزاريه عن الموضوع الان ننتقل لفقرة إضافة الـ ING أنت تلاحظون أنا لا أضيف ING لكن بعض الأحيان أضاعف بعض الأحيان أحذف الـ E بعض الأحيان أحول أنا لازم أعرف قواعد إضافة الـ ING على مود لما أضيف الـ ING للفعل تكون إجابتي 100% دقيقة حتى خطأ إملائي ما عندي لأن كذلك من الممكن يجينا موضوع إضافة الـ ING بالامتحان التحريري بسؤال الإملاء فخليكم ويانا راح نشرح موضوع إضافة الـ ING الآن مع خطوات إضافة أو مراحل أو ملاحظات إضافة الـ ING بالبداية إحنا عندنا مجموعة من الملاحظات الفعل لما نجيب ليها بالامتحان وأريد أضيف الـ ING أتأكد أنه واحد من ضمن الملاحظات لو مو من ضمنها إذا من ضمنها أكو بهن في الطريقة أو في التحويل أو في الإضافة أو مضاعفة إذا مو من ضمنها نضيف الـ ING بدون أي تغيير فبالبداية إذا الفعل مالت اللمطانيات ينتهي بحرف إي يحذف عند إضافة ING هذا الفعل مالت إذا انتهى بحرف إي يعني آخر حرف إي حرف إي يحذف عند إضافة ING نحذفه ونضيف ING ما افتحت بس هذا قيل شنو نهايته إي شو تصير أحذف الإي وأضيف ING قيل حذفت الإي وأضيف ING صارت قبل hide انتهى بشنو؟ انتهى بـ يحذف ونضيف ING فيصير hiding وهكذا إذن الفعل الذي ينتهي بحرف E يحذف حرف الـ E عند إضافة الـ ING الفعل المنتهي بصحيح واحد قبل علة واحد نضاعف الحرف الأخير يعني هسه مثلا عندي هذا الفعل شنو لازم؟ لازم ينتهي آخر حرف بـ حرف صحيح بشرط شنو؟ صحيح واحد مو صحيحين قبل علة شرط شنو؟ علة واحد تعرفون حروف العلة أخذناها من الدرس الأول الإي والأي والآي واليو والأو هذين حروف العلة إذا صحيح قبل علة نضاعف الحرف الصحيح يا نضيف آي إن جي شلون يعني ما افتهمت شوف هسه هذا ران انتهى بصحيح قبل علة نضاعف الحرف الصحيح هسه هذا مو ران هذا حرف الصحيح قبل علة الصحيح نضاعفه ونضيف آي إن جي مثال آخر ست هذا صحيح التي قبل آي علة صحيح واحد قبل علة واحد الصحيح مضاعفة هذا التي يضاعف ونضيف آي إن جي ستين صارت مع إضافة الآي إن جي الآن الملاحظة الثالثة شو تقول؟ تقول طبعا احنا ماخذين سابقا انه كل ما نشوف واي بالاس اس التملك اس الجميع اس الشخص الثالث لما نريد نضيف ايدي نريد نضيف دي لما نريد نحول فعل الماضي دائما يقلب الواي الى اي ونضيف ايدي يقلب الواي الى اي ونضيف اس او اي اس
هالمرة حرف الآي في نهاية الفعل لا يتحول، مو تحولوا إلى آي مثل ما حولناه بالإيدي أو حولناه بإضافة الأسورياس، وإنما لا يتحول. فإذا بلاي أرد أضيف لاينجي، فقط أضيف لاينجي. بلاي صحيح انتهى بلاي، ما يضعف ولا يتحول، فقط أضيف له آينجي. ستدي هذه الستدي انتهى بلاي، فقط أضيف له آينجي بدون لا تغيير ولا أي شيء. بعض الأفعال شاذة وتتحول جذريا، هذه الأفعال لازم الطلاب تحفظوها. الداي هذا شاذ، ما أضيف أو أحذف أو أضاعف، وإنما الآي والإي تتحول إلى واي ونضيف آينجي. الآي والإي تتحول إلى واي ونضيف آينجي. الآي والإي تتحول إلى واي ونضيف آينجي. هذا من جدا مهمات وكل شيء ركزون عليها بالامتحان الوزاري. زين استاذ انت قلت لنا قبل شويه من ممكن الملاحظات تجينا بسؤال لله، شلون تجينا؟ شلون نقدر نجاوب عنها؟ سهله جدا، مثلا قل لي بلاي فاصله بلاي سواري ضاف لي اي ان جي، احنا متعودين على هاي الصيغه. قال لي زين على سبيل المثال كات فاصله شنو؟ انت قبل ما تضيف الاي ان جي لازم تتاكد من الملاحظات. هذا اولا انتهى بصحيح قبل عله، صحيح قبل عله نراجع الملاحظات، صحيح قبل عله نضاعف الحرف الصحيح، صحيح قبل عله نضاعف الحرف الصحيح التي نضاعفه ونضيف اي ان جي وهكذا مع البقيه. هذا يجيك وين بيا سؤال؟ يجيك بالسؤال الثالث فرع سي، بعض الاحيان يكون سؤال الرابع فرع سي، يعني هو حسب الموقع السؤال بالورقه الاسئله. دائما غالبا يكون بالسؤال الثالث فرع سي سؤال مخصص للاملاء حصرا، ويعني مثلا يجيب لي اضافه اي ان جي، يضيف لي دي، يضيف لي اس، يضيف لي اس الى اخره. ان شاء الله تناخذ ان شاء الله بدروس القادمه من المواضيع كل موضوع املائي مع الموضوع المخصص له. الان ننتقل الى باقي انشطه كتاب النشاط. احنا حلينا كتاب النشاط التمرين رقم 1، والان نكمل باقي الانشطه المتعلقات في هذا الدرس. نانا شو يقول لي؟ يقول لي what were the children doing؟ ما الذي كان يفعله الاطفال؟ تبيه لي طلاب يقول لي where و i n g. اتفقنا سابقا اذا لقيت وير و اي ان جي او واز و اي ان جي معناها الجمله بيا زمن ماضي مستمر. يعني اذا يقول لي ماذا كان يفعل الاولاد، اسقط الفعل بالفراغ المناسب وصحح الفعل. شوفوا طلاب، ماذا يقول لي مثلا على سبيل المثال كم، كم معناها ياتي، درينك يشرب، ايت ياكل، ويت ينتظر. يقول لك ذني الافعال سقطت من الفراغات المناسبه، لكن بشرط تحل بزمن الماضي المستمر. شنو قاعده الماضي المستمر؟ فاعل جاسم هو الفاعل، فراغ البرجر، فراغ البرجر، البرجر شنو الفعل المناسب له؟ الفعل ايت، لكن قبل ما اسقط ايت بالفراغ المناسب احوله الى ماضي مستمر. جاسم فاعل ياخذ was the where، ياخذ was، ومن ثم فعل يحمل ing اللي هي تشرح يصير eating. جاسم was eating burger، جاسم كان ياكل البرجر، وهكذا مع البقيه. فهل هو الفاعل ايش ياخذ؟ ياخذ was، وشنو؟ كولا. الكولا شو نسوي لها؟ نشربها. فهد was drink، الفعل drink شو اخلي له؟ اخلي له ing. فهد was drinking cola، فهد كان يشرب الكولا. سلوى was the مفرد زاد الفعل شو الفعل؟ كيو. الطابور شو نسوي بالطابور؟ احنا ننتظر بالطابور. سلوى was waiting in the queue، سلوى كانت تنتظر في الطابور. ابراهيم فاعل ياخذ شنو؟ was، الفعل المناسب للجمله down the left. ابراهيم كان فراغ في المصعد، شنو الفعل المناسب للفراغ؟ was coming، كان قادما في المصعد، was coming، اخذ الفعل ing والتكمله. جاء ابراهيم was coming at the left، ابراهيم كان قادما بالمصعد. حسن فراغ down the stairs، نفس الفكره. حسن was coming، نفس الفكره. طبعا استاذ شو خليت مرتين استخدمت الكم، انا اقول لي كم راح تستخدمها مرتين والويت راح تستخدمها مرتين عادي، يعني ما بيها مشكله. بعد the children's mother، ام الاطفال،
was الأم مو الأطفال هنا الفاعل الأم فاعل was زاد الفعل شنو الفعل هذه information desk كانت تنتظر في مكتب الاستعلامات information desk أخذنا في الدرس الأول إذا was waiting كانت تنتظر في مكتب الاستعلامات هذا كل ما يخص تمرين رقم 2 هذا مجرد تمرين كنشاط صفي أو عفوا تمرين رقم 3 هذا مجرد تمرين كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي مجرد يريد يقربني على موضوع الماضي المستمر تمرين رقم 4 work and pairs أعمل كأزواج يعني اثنين من أنا طلاب الرسالة يختار طلاب اثنين يقول لي look at the diary mark you below and think about what you were doing at the different times أنا يسأل لك أنت يقول لك أنت شو تسوي بهاي الأوقات يعني مثلاً أعطيك أنا دفتر ملاحظات شو اللي كنت تسوي ساعة بالستة مثلاً أقول I was eating sandwich كنت أكل الساندويتش يوم الثلاثاء ساعة 12 كنت تسوي تقول له I was playing كذا كذا فيديو جيمز كنت ألعب ألعاب الفيديو وهكذا مجرد يقول لك أنت إيش كنت تسوي بهاي الأوقات هم اللي يدربني على شنو على موضوع الماضي المستمر شوف ان انا شلون عرفت ماضي مستمر وير واينج يقول لي انا اريدك تطبق لي قاعده الماضي المستمر طاق تلميح اللي هي الوير واينج كذلك هذا النشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظوا انه درس مطول جدا خلي بالك دائما الدرس الاول والثاني من كل يونت دروس مطوله تقريبا الدرس الاول والثاني والثالث بعض الدروس انشطه صفيه بها قطع بسيطه اسئله بسيطه ملاحظات بسيطه اما الدرس الاول والثاني دائما يكون دروس قواعديه مهمه جدا بها هواي ملاحظات بها هواي شروحات حاولوا تكتبون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لانها مهمه جدا بالامتحان التحريري بالامتحان التحريري امتحان الشهر الاول امتحان نصف السنه وكذلك الامتحان الوزاري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او ضابط تبون تقدموها تقدرون تواصلوني على حسابات المجلس في الفيديو في الوصف